السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم مثل ما شفتم بخير، نتمنى تيري بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، كاينين شقق للكراء، كاين اللي كتطلع للشارع وكاين اللي كتطلع للبحر. بغيتي اللي كتطلع للشارع موجوده، بغيتي اللي كتطلع للبحر موجوده، والثمن مع الوقت الثمن مناسب. دابا هادي هي الطلة ديالها، خليكم معايا. طواليط بيا هادي كما كتشوفو، والدوش هذا صالة مونجي وفي كوزينة. كما كتشوفوا خليكم معايا الكوزينة. من بعد غادي نصوركم الكوزينة من لي، خليكم معايا. دابا اللي كيسخن الماء دائما حنا كنديرو على برا، كما كتشوفوا راه على برا، يعني كيسخن الماء. داك اللي كيسخن الماء دائما يعني ديال الدوش وديال يعني الكوزينة دائما حنا كنديروه على برا، هي على خطر على الناس دائما كنديروه يعني في كوميدو ولا كيسميتو على برا. المهم باش ما يديرش داك الدخان وداك الشيء. هنا داك الشيء راه مضر للصحة. كما كتشوفوا الكوزينة هي هادي، الثلاجة ها هي، وهذا كما كتشوفوا البركو على هادي مدورو، هادي مدورو هكا يعني اوتوماتيك كيشعل من هنايا بلا يعني داك الشيء باش غتشعل اوتوماتيك. الثلاجة هي هادي، واقيلا فيه شي حوايج عاد مازال. ها كيما كتشوفو الثلاجة هي، اللي بغا يجلس يتبرع تبرع كتجر عند الروايد. هادي هي الدخلة كيما كتشوفو. دابا غادي نمشيو للبيت الاولى، فيها جوج بيوت النعاس. البيوت تبارك الله كبارين بزاف كما كتشوفوا، كبارين. والبالكون البالكون كما كتشوفوا المشاهدين الكرام من هنايا، نقدر نشدو هذا الباب ونضرو من لهيه حتى هي. خليكم معايا دابا نشدو هذا الباب. هذا احنا شدينا الباب كما كتشوفو، والسراج والشارع. خليكم معايا ناموسي. حنا دايما لي جا جلسو وخا غير النهار، حنا النهار ما كنكروش بعدا باش نديرو، لان النهار ما كتسلكناش، دايما الفراش كيتبدل. خليكم معايا غنمشيو ان شاء الله للبيت الثانية. البيت الثانية كاينة من هنايا، البيت الثانية المشاهدين الكرام كما كتشوفو. واحد الهوا كيدخل من هنايا. بغيتو الشقة اللي كطلع للبحر اولا اللي كطلع للشارع، المهم كاينين بجوج كما بغيتوها. الحمد لله راه كاينة، هي ديال على كيسميتو على البحر، هي شويه زايده في الثمن وصافي. ها كما كتشوفوا البالكون، الشارع من هنا. هو دابا غادي نوريكم عاوتاني التلفازه، باقي ما وريها وريتهم شاد. الان نشوف عاوتاني الفوق كما كتشوفوا، يعني كلشي نقي كلشي جديد صراحه. التلفازه تبان لكم من هنايا كما كتشوفوا، ها
خليكم معايا ندخلو نجلسو شويه في الصالون ونهضروا شويه. التلفازه كما كتشوفوا شيء مقابل يعني الصالون، الحمد لله فيه واحد الراحه، الراحه زوينه، وجلسوا شويه هنايا كما كتشوفوا. الله، نريحوا شويه ونكملوا الفيديو ديالنا. واللي بغى يكري نخليكم التليفون على الشاشه، فيه الواتساب وفيه التليفون عادي، المهم بغيتو يعني ديروا التليفون عادي مرحبا، اللي بغى يدير واتساب عاوتاني مرحبا. التليفون راه فيه واتساب وفيه تليفون عادي، يعني فيما بغيتي. بغيتي مثلا دير تليفون عادي ولا دير كيسميتو الواتساب، اللي بغى يتصل باش ما بغى ونهضروا في الاثمنه، نهضروا على حسب اللي مثلا اللي غيبغي سيمانه ولا شهر مثلا، ماشي بحال اللي غي يعني غيجلس يومين ولا ثلاث ايام، كيكون شويه الفرق. واللي كطلع البحر راه كاينه، لان ندير فيديو غير هادي، اللي بغاها يعني يشوف يجي يشوف مرحبا، بقاش ما بغى يشوف، لان اغلبيه دابا الناس كيريزيرفيو دابا فهاد الوقيته هادي. اللي بغى يعني يريزيرفي مرحبا، وحتى شهر 8 نريزيرفي ماشي مشكل، شهر 7 ولا دابا النيت، ولا شهر 6 ولا دابا الاثمنه اللي كاينين دابا حاليا هادي النيت، يعني دابا النيت 250 درهم، هادي اللي صورت لكم دابا 250 درهم. اللي كطلع البحر حاجه زوينه، هادي كطلع البحر، هذيك واحد الموقع زوين بزاف، هذيك 400 درهم. ودابا كنهضر لكم على الثمن ديال شهر 5، دابا شهر 5 والبدايه شهر 6، ولكن شهر 7 راه غادي تغير الاثمنه. واللي بغاها كما قلت لكم راه اللي كطلع البحر الصراحه راه دابا النيت راه عامره، لان فيها شي ناس دخلوا ليا البارح، لان هذيك دائما مطلوبه بزاف، ما نكذبوش على الله، هذيك مطلوبه بزاف بزاف بزاف. اللي بغاها ريزيرفيها له ماشي مشكل، واللي بغى هادي عاوتاني ريزيرفيها له ماشي مشكل. حنا دائما على الاتصال، اللي بغى المشاهدين الكرام يتصل بنا مرحبا، اللي بغى يريزيرفي اولا يسول اولا، المهم ماشي مشكل مرحبا، لان احنا عاوتاني فين جينا في وسط مدينه حدا السوق، وميرامار راه معروفه، جات حدا ميرامار يعني في وسط مدينه. المهم ما تحتاج لا سياره لا تاكسي لا ديك، اللي يخليك تقدر تمشي على رجلك، حتى كيما دول تحت تقدر تهرب تهبط عليه على رجلك يعني بسهوله، يعني تهبط عليه على رجلك يعني مزيان. وكما كتشوفوا حتى هذه ترى زوينه، يعني حاليا هذه كما قلت لكم 250، الاخرى 400، ولكن حاجه مزيانه بزاف هذيك اللي كتطلع البحر. واللي بغاها مرحبا، حنا دائما على الاتصال. وهذه وصل كما قلت لك هذا الثمن كنهضر لكم على دابا والبدايه ديال 6، ولكن بعد شويه راه الامور راه غادي تطلع شويه. ونتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى تبارطاجيو الفيديو، نتمنى اللي بغى شي حاجه يتصل بينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.